وبقسنطينة انتفض سكان بلدية بكيرة في وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات المعنية بتهيئة حيهم السكني مع ربطهم بشبكة مياه الشرب وإيجاد حل لمشكل الانقطاعات المتكررة للكهرباء. لهنا درنا وقفة في الولاية، وقفة احتجاجية على جال لاميناجمون تاعنا تاع بكيرة، تروازيام طرونش، حي بكيرة، الشطر الثالث. هذا الحي هذا عنده 30 سنة، 30 سنة من اللي تمد ما تخدمتش فيه الطريق، خلاص الكودرون ما تحطش. حنا جينا